ابي حيم صاحب البرنامج اللي كان بيدوله فيها التسييبات، كان في نية واضح ان هم يطيروه. ضيقوا الدوائر على اللي فاتوا في ناس عشان يطيروها، لعبوا غيروا مزاحات الدوائر. فعبي حيم اتكلم بداية عن المال السياسي. دعواتكم اواجه اكبر حملة لاستخدام المال السياسي جرت في تاريخ مصر الحديث. ليه؟ جهبز جهبز لازم يقاوموه مقاومة كبيرة جدا. تخيل كلاب قاعدة تنبع على كلاب، لكن ان شاء الله لمنتصرون، مدد يا الله. قاموا زائل له هذا التسريب، او تزق التسريب لعبد الله الشريف، فزاعوا وانبسطنا كلنا. في حد في مصر يبعت لبنت عبد الرحيم علي البيت؟ ده انا بجيب مدير الامن يعمل محضر في البيت لو انا عندي محضر. خلاص يروحوا لها البيت. تبقى فاهم بس ده كان بدايه خناقه. ما قالوا لي ازاي التسريب كله، معلش دي اخر مره اقطعها. واضح ان في ايه، ان هو الحوار المستشار هو اللي مسرب، فهو قطع الجزء. ليه هو اللي مسرب؟ يقينا هو اللي مسرب لاسباب كتير هقولها لك. فقطع الجزء، فهو بدا ايه، قال له انا بيعاتبوا عبد الرحيم تصرف عمله المستشار ماجد منجد منجد ولا حاجه مع بنت عبد الرحيم، متجوز بنت عبد الرحيم. المستشار بيسجل له واسد يسجل له، وهو بيسجل واضح كل المكالمات، والمسجل ما دي مسجله، وبالوزاره لما حاول يهرب من شتيمه مصر قال له انت شتمت مصر وبتاع، مظبطه يعني، كان بسبب خناقه بسبب بنته. اسمع التسريب بقى كله على بعضه كما طلب زمايلي في الاعداد مني. في حد في مصر يبعت لبنت عبد الرحيم علي البيت؟ ده انا بجيب مدير الامن يعمل محضر في البيت لو انا عندي محضر. خلاص يروحوا لها البيت بقى. محدش يجرؤ، اقسم بالله. لا محدش فوق القانون يا عم. دي مراتي بقى. ولا القانون، ثم القانون. لا لا لا. القانون مين اللي بيتكلم عنه؟ ده انا عبد الرحيم علي. انت على راسك بجد. انت اخويا الكبير. يا حبيبي ده رئيس الجمهوريه ما عادش يوديني النيابه. بقول لك عشان تحكي في القانون. لا بقول لك على الصلاه دي المحرمات من بيت عبد الرحيم ما يعرف يوديني النيابه العامه. لا 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 لا. انا اللي بقول لك كده بقى. حبيبنا ما حدش. لا دعوك معايا في اقعد معاك اقعد شوف السنه في الحدود فين. لا ده ما حدش. ده مدير المحافظات العامه جاي رئيس هنا عشان يصالحني عشان انا. لا انت عشان حبيبهم وحبيبهم. ما تعرفش كنت ايه في مصر. تخيل الاوساخ والفئران والاقزام بقى يقول لك انت مش عارف قيمه ايه في مصر. عبد الرحيم يقول له انت مش عارف قيمه ايه في مصر. قيمتك ايه؟ خاين وزباله ومركوب وكلب سلطه، ها، والعسكر ركبوك وتبولوا عليك، قيمتك ايه في مصر؟ مالكش اي قيمه. انما هي الازمان، نهايات الازمان كده. قال لك لما تشوف القزم ظله طويل اعرف انه قد اذن بالرحيل. فانت قزم ظلك باين انه طويل، اعرف ان الشمس قد اذنت بالرحيل. بس دي قيمتك في مصر، قيمتك في مصر. قال لك مصر ده شتم مصر. دخل بعد ما خلص شتم القانون وقال له الشتيمة الشهيرة على أم القانون، قام شتم مصر. لا أنا عبد الرحيم علي ده فين في مصر؟ لكن القانون مفيش حد أكبر منه على فكرة. أم القانون، قانون عليهم هم. طب قانون أطلع أنا اللي عندي، أطلع أنا اللي عندي وأحبسهم كلهم؟ القانون على اي حد. على اي حد. طب هم عارفين، هم ليه عارفين ان ما حدش يحاولنا بالقانون؟ عشان كده بقول لك ما حدش يقدر يقضوا. لا يا راجل ده انا اتقدم فيا ثلاث بلاغات. ما انا بعت لك البتاع، ابعت لك دلوقتي انا قلت ايه يعني ده ما ماجد. بس ما تقوليش ما حدش هو القانون عشان راجل قانون بس. ماجد انا بقول لك في دوله غير. انا بقول لك يا حبيبي دوله بنت انت وانا فوق. لا مش كده، بقول لك مستشار اكيد اتطلقوا، يعني مش ممكن يكون سرب البتاع دي الا بعد ما اتطلقوا، يعني مش مش ممكن. قال له بتاع انا اقول لك دي دوله عامله ازاي؟ قانون. كل الناس دست القانون، قانون اوطى حاجه في البلد، اوطى حاجه في البلد، تخيل. فازاي دي تبقى بسميها بلد اصلا لما القانون اوطى حاجه فيها؟ عبد الرحيم قال لك ام القانون وام مصر. قانون ايه يا ابو قانون؟ عبد الرحيم علي عبد الرحيم لخص الحكايه كلها في مصر، قال لك اطلع لك تسريباتهم. عرفت ان مرتضى سيدي هايا شيكولو رمز المرحله، هي دي المرحله اللي احنا عايشينها.
لا 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 عيب الكلام. بص بص يا استاذ، بص يا استاذ ماجد، المستشار ماجد يا عمو، بص يا ماجد دي يا سياده المستشار، روح عنبر، روح السجن وشوف عنبر الفضاء شكله ايه عشان تعرف القانون. لا اسمع الكلام ده، ده الناس الفاسدين. طب ما تروح هتلاقي صحفيين فاسدين، وهتلاقي رجال اعمال فاسدين، وهتلاقي نواب فاسدين. مفيش عنبر هناك. في لا فاسد. احنا بص يا ماجد، إيه احنا اخلص ناس للبلد دي. ورجال القانون هم اللي شالوا على عاتقهم الكلام ده. احنا اخلص ناس. شكل المكالمه دي يا عمو احنا لا يا حبيبي لا لا، انا بكلمك بموضوع كان خلاص انت دخلت فيه انا. لا خالص والله. انا بقى احب اقول لك انا يا حبيبي راجل البلد دي، انا يا ماجد دي اللي قدمته للبلد دي. ها بتعملي تمثال في ميدان التحرير، ما الناس كلها مقدراه على فكره. انا شلت رقبتي على كتفي، وأنا على كتفي لصالح البلد دي في الوقت اللي كل دعوات مصر يقولوا له ما جاش اشتم عليها في الاخر بقى. انا ما اقدرش اشتم على مصر. امال اللي اتشتم عليها مليون شتيمه في التليفون المكالمه دي كان ايه؟ فين؟ الشتيمه اللي شتمتها دي كلها كانت ايه؟ لا ايه؟ ايه ايه؟ بلد انا بقول لك انا كذا وفوق. بقول لك انا ما حدش يقدر يعمل لي حاجه في القانون. انا بقول لك ما حدش يقدر يعمل لي حاجه حبا وعشان لا 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 مش حبا، لكن مش حبا، لكن الغلط ما حدش بيقف جنب حد في الغلط. لا 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 ده سياده المستشار كان بيظبطها له في السنتر، قال له مصر دي اللي انت شتمتها من شويه وبتاع وكذا، و قال له انا اللي قدمته البلد دي يتعمل لي تمثال في ميدان التحرير. التحرير بريء منكم. ابو حيم عايز يعمل له تمثال، واحمد موسى عايز يتعمل له تمثال، توفيق عكاشة عايز يتعمل له تمثال، وابو لمونه يتعمل له تمثال، والاكتع والمترديه والنطيحه، خرب بيت ميدان التحرير اللي بهدلتوه معاكم. عايزين يعمل له تماثيل. تخيل عايزين يعمل له تماثيل. اما القادر الاصول السادس بقى يتعمل له ايه وبتاع ايه؟ سياده المستشار نفخك وركبك حمار بالمقلوب. سيادة المستشار ده نافخك. خلي السيسي يعمل فيك اللي عمله عادل ادهم في يونس شلبي الله يرحمهم كلهم، ويرحمك انت كمان في فيلم الفرن. اتفرج كده لما قال له بتقفل ليه الباب يا معلم؟ ها بتقفل ليه الباب؟ انت يا معلم انت بتقفل الباب ليه يا معلم؟ ده وضعك ان شاء الله انت والسيسي. اقفل الباب عليك وهترقص مع بعض دانس ان شاء الله بحين لحد ما تنبسط انبساط، وانت جيت لاوسخ واحد. السيسي ده وسخ ودنيء والله العظيم، ومريض نفسيا، وانت وقعت مع اوسخ واحد في مصر. ها اوسخ واحد في مصر في انتظار البتاع اللي تقول فيها السيسي عمي وتبوله علي شرف لا يليق بيه.